يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا شكرا احبائي شكرا. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا بامكانكم الحضور كما هاد الاطفال وتفرحوا معنا بالمشاركه من خلال موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا راح نتصلوا بكم باش تجوا تحضروا معنا في التصوير. إذن أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا، في 29 نوفمبر كاين يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. إذن أحبائي على بالكم بلي احنا الجزائريين ما نحبوش الاضطهاد، ما نحبوش الحقرة، ما نحبوش، نحبو الشعوب كلها تكون مستقلة وتكون حرة. إذن الشعب الجزائري كله متضامن مع الشعب الفلسطيني، وحنا بما أننا نحبكم يا أطفال ونحبوا الأطفال حنا نتضامنوا أكثر مع الأطفال، أطفال الشعب الفلسطيني اللي نمرر لهم رسالة ونقول لهم بلي أننا متضامنين معهم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الفرج عن قريب. واش رايكم قبل ما نبداو نستقبلوا ساعي البريد؟ يلا نستقبلوا صهيب ساعي البريد يجيب لنا البريد اصدقائنا الاطفال. خير يا اطفال، واش راك صهيب؟ لاباس؟ لاباس. واش كل الاطفال هادو تحبهم؟ نعم. خلاص صهيب هو اللي يجيب لكم الرسائل تاعكم باش تكتبوها لنا يا اعزائي. اذا صهيب كاين بريد تاع الاطفال؟ نعم. الله يبارك، حطونا في علبة البريد. إذن رسائلكم كلها راهي توصلنا وراح نقراها هنا في البرنامج إن شاء الله. إذن شكرا 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 صهيب، شكرا. مع السلامة. مع السلامة صهيب، شكرا شكرا. إذن سعيد البريد في كل حلقة يجيب لنا الرسائل. لغز اليوم يقول: كم عدد الدول التي تحد الجزائر؟ وأذكر أربعة منها. نعود سؤال: كم عدد الدول التي تحد الجزائر؟ وأذكر أربعة منها. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر موقع الإنترنت بالضغط على زرار جاوب عن اللغز. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي اليوم رح نكتشف عالم من علماء الإسلام، مع بسمة رح نكتشف شخصية الزهراوي. إذا تفضلي بسمة، تفضلي تفضلي. مساء الخير أصدقائي. اليوم سنحدثكم عن شخصية أبو قاسم الزهراوي. هو أبو قاسم خلف بن عباس الزهراوي، نسبه إلى مدينة الزهراء التي بناها أموي الأندلس إلى الغرب الشمالي من مدينة قرطبة. وهو طبيب جراح ومصنف، يعد من أعظم جراحي العرب ومن أعظم أطبائهم. عاش في الأندلس خلال القرن العاشر ميلادي، فقضى حياة مليئة بجلائل الأعمال وترك أثرا عظيما. أعظم مساهمته في الطب هو كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، الذي يعد موسوعة طبية من 30 مجلدا،
كان لمساهمته الطبية سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو الأجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير في الشرق والغرب، حتى أن بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم. لم يكن الزهراوي جراحاً ماهراً فحسب، بل كان حكيماً ذا خبرة واسعة، وقد أفرد قسماً مهماً من كتبه لأمراض العين والأذن والحنجرة، وقسم مهم لأمراض الأسنان واللثة واللسان وأمراض النساء وفن الولادة والقبالة، وباباً كاملاً للجبر وعلاج الفك والكسر، اخترع الزهراوي آلة جديدة لشفاء الناسور الدمعي وعلاج عدد من أمراض بالكي مثل الآكلة والنسف. والزهراوي هو أول من اكتشف ووصف نسف الدم المسمى هيموفيليا، وكان أثر الزهراوي عظيماً في أوروبا، فقد ترجمت كتبه إلى لغات عديدة ودرست في جامعات أوروبا الطبية. الجراحون الأوروبيون اكتسبوا عنه، وكان مؤلفه الكبير المرجع الأمين لأطباء أوروبا من أوائل القرن 15 إلى أواخر 18، وتوفي سنة 1013. شكراً 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 بسمة، شكراً، تحية تحية البسمة، تحية تحية أحبائي. إذن الزهراوي عالم في الطب من علماء الإسلام، لنعتز ونفتخر بهم. أحبائي، بما أننا في هذه الفترة نتوقفوا باش نتضامنوا مع الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك. تغنوها كامل معايا، يلا نغنوا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني
ساعدني ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 أحبائي. إذا كن جنبي وأنا جنب لك. إذا لازم نتساعدوا فيما بعضنا يا أحبائي الأطفال. يا أخي واش رايكم نروحوا دركا الألعاب الخفة مع عمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تحية لعمو سليم، تفضل. اذا شكرا عمو سليم وبيتشو اللي جاونا من مدينه بجاية. دركا يا احبائي راح نروحوا لفقره هل تعلم اللي اضفناها في البرنامج في الموسم الرابع. راح نتعرفوا على معلومه اليوم مع ياسمين. تحيه لياسمين، تفضلي ياسمين. مساء الخير يا اطفال. مساء الخير. ها
هل تعلم أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم والعكس صحيح؟ برافو 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 برافو. شكرا شكرا بنتي. لأن أحبائي كما قلت لكم ياسمين، الشق الأيمن من الدماغ هو اللي يتحكم في الشق الأيسر من الجسم والعكس صحيح. أحبائي تحبوا الحكايات؟ نروحوا دركا نشوفوا مع مو يزيد، رح نسمعوا حكاية حسناء والمحتاج. يلا معي. إذن أحبائي الأطفال، كما وعدتكم مقبلة نحكي لكم حكاية حسناء والفقير المحتاج. واحد النهار كانت واحد العائلة عندهم بنتهم صغيرة كما أنتم هكذا، الشابة كما أنتم، الشابة وذكية ونشطة كما أنتم. وهذه الطفلة تحب المعارف بالرغم أنه باباها كان فقير، كان فقير يعني قيس قيس كما يقولوا، ما كانش ثري ولا، ولكنها كانت تحب المعرفة، تحب الناس، تهضر مع الناس، تشوف الناس واش يحبوا واش ما يحبوش وكامل. ومن بعد واحد النهار كانت تمشي، راحت باش تقرا من بعد في العودة ديالها من المدرسة، صابت واحد الشيخ يطلب. رحت لعنده قلت لي عمي واش بيك؟ قال لها أنا إنسان فقير وما عنديش باش ناكل وراني جوعان وما عنديش باش نوكل ولادي وكامل. إذن هي الفتاة حسناء كيما أنتم هكذا غادها هذاك المسكين. راحت قالت له تعال معي أنا ما عنديش دراهم، قطر صغيرة كيما أنتم. قالت له ما عنديش دراهم بصح روح معايا للدار. داتو للدار ومن بعد قطقت على باباها، خرج باباها قال لها نعم بنتي. قالت له بابا أنا سبت واحد المسكين واحد الفقير، أنا جبتو باش نعطو له دراهم. قال لها بصح يا بنتي حنا تاني ما عندناش. قالت له لا بابا حنا البارح كلينا واليوم راح ناكلو، حنا صح فقراء ولكن مكفيين ناكلو كامل. هذا راه يقول ما عندوش باش يأكل ولده وما عندوش باش يأكل. بعد باباها شاف فيها هكذا عرف بلي عندها قلب حنين وكامل، قال لها ايه عندك الحق يا بنتي، راح نتصدقوا عليه نعطولو المال باش يقدر على الأقل يوكل ولاده اليوم وغدوة. عمو يزيد نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم أنه يجب علينا أن نساعد الآخرين. برافو بوبي برافو 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 برافو. إذن أحبائي مساعدة الغير واجب، بالمرات أنت كذلك، يعني هو درجات متفاوتة. بالك كاين إنسان ما عندوش واش يأكل وإنسان قيس قيس، إذن لازم تصدقوا فيما بعضنا البعض، لازم نساعدوا بعضنا البعض حتى يكون المجتمع مرتاح وفي سلام. يا أخي أحبائي يلا معايا تعالوا تعالوا. إذن أحبائي الحقنا درك الركن النكت، أنا نحبه بزاف. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة تعال وليدي أروح أروح تعال أقعد هنا. واسمك وليدي؟ زكريا. اقعد زكريا اقعد. وين تسكن؟ براقي. في براقي الله يبارك. حكي لنا النكته تاعك وليدي. واحد النهار قالت لواحد المعلمة ارسموا لي فيل، بلاتيك جازت عليهم، وواحد رسم لها نقطة وقال لها هذه ماشي نقطة، هذا فيل جاي من بعيد. برافو برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال. أقعد وليدي. واسمك وليدي؟ سهيب. سهيب وين تسكن سهيب؟ في بومرداس. في بومرداس خيار الناس خيار الناس. حكي لنا النكتة تاعك وليدي. أصحاب الحرف. يلا. نحن أصحاب الحرف ليس يغنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن، فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل واد حسنة ومنان، إن للأوطان دينا قد كتبناه علينا، كل شيء في يدينا هو حق للوطن هو حق للوطن. برافو 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 برافو. تعالي بنتي أرواحي أروح. بعدي. واسمك؟ سموني ميسان من ولاية بو إسماعيل. من مدينة بو إسماعيل. خيار الناس ولاية تيبازا. يلا بنت. تعالوا معي أيها الأصدقاء نشد الأيادي صباح المساء لنحمي بيئتنا الغالية.
وننفض عن غبار البلاء، نظلل تربتها بالشجر ونبعد عنها الأذى والضرر، فبيئتنا أصبحت في خطر وتطهيرها هو خير دواء. دخان المصانع يؤذي الأنام، يسبب شتى ضروب السقام، وسيل النفايات في كل عام يهدد كوكبنا. برافو 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 برافو. تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ منال. منال، وين تسكني منال؟ في مفتاح. في مفتاح، خيارنا ولايه البليده. خيار الناس، خيار الناس. حكينا لنا المفتاح تاعك بنتي. كان واحد النهار كانوا واحد ثلاثه سراقين، واحد دخل يسرق، واحد عس برا، وواحد راح يبيع لابوليس. برافو برافو برافو. احبائي احبائي، لحقنا دركا الركن الرسائل، وين بوبي يروح يجيب لي رسائل تاع الاطفال اللي بعتوهم لنا باش نقراهم في الحصه. وانتم احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد معكم بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا بوبي، تحيه تحيه لبوبي، تحيه تحيه لبوبي. الرساله الاولى من عند ضيف نهله، 5 سنوات، مدينة العفرون، ولاية البليدة. قالت لك: كل أطفال الجزائر يحبونك يا عمو يزيد، ومدمنون على مشاهدتك، فأنت نعم المعلم ونعم المربي بطريقة جد هاتفة ورائعة. جعلت نهلة بنتي تحبك جدا جدا، وتمنى المشاركة في الحصة. يا نهلة مرحبا بك بنتي، هذه رسالة جميلة جميلة جدا، وإن شاء الله ربي يوفقنا في إسعادكم. الرسالة الموالية مريومة أشواق. إذن مريومة أشواق 12 سنة من مدينة تمسين، ولاية ورقلة. الله الله على الناس ورقلة وعلى الجزائر العميقة. قالت لك: أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد، وأحب كل الأطفال. إذا مريومة أشواق 12 سنة من تمسين من ورقلة، حنا ثاني نحبوك يا حبيبتنا، نحبوك كامل. الرسالة الموالية الثاني رياض، 10 سنوات من ولاية الأغواط. قال لك: أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد، وأريد المشاركة في الحصة. إذا رياض 10 سنوات من الأغواط، مرحبا بك وليدي، راح نتصل بك في أقرب فرصة. رسالة الموالية عرعار صوفيا، 13 سنة من مدينة الجلفة. قالت لك: أنا وعائلتي نحبك كثيرا يا عمو يزيد، وأتمنى أن تزورنا في مدينة الجلفة. إذا بنتي صوفيا عرعار راح نزوركم في مدينة الجلفة إن شاء الله. الرسالة الموالية الرسالة الموالية قواسمية أسامة، 12 سنة من مدينة الشريعة، ولاية تبسة. الله يبارك على الناس تبسة، مرحبا بهم. قال لك: أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد، وأريد المشاركة في الحصة مع الأطفال. إذن أسامة قواسمية 12 سنة من مدينة تبسة، شكرا على المراسلة ومرحبا بك، وسوف نتصل بك حتما. أحبائي الحقنا دركا الركن الجواب عن السؤال. إذن السؤال قال: كم عدد الدول التي تحد الجزائر؟ يعني الدول اللي في الحدود تاع الجزائر، شحال من وحده؟ ولكن اذكر 4 منها فقط اذا ما تعرفهمش كامل. شكون يعرفها؟ تعالي بنتي. اولا واسمك بنتي؟ نسمه. نسمه، شحال عندنا في الحدود من دوله؟ 4. لا لا اكثر. تعال خذ لي مكانك بنتي. كم عدد الدول التي تحد الجزائر؟ واسمك وليدي؟ فيصل. فيصل، شحال كاين من دولة؟ 7 دول. 7 دول، برافو. الشطر الأول سبته، ولكن دركا لازم تذكر لي 4 منهم فقط. واش هما؟ نيجر، مالي، الصحراء الغربية، والمغرب، وتونس. 5، برافو، شاطر 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 شاطر. أروح أروح أروح، تعال تعال وليدي تعال. إذن أحبائي 7 دول تحد الجزائر، كما قال: تونس، المغرب، ليبيا، المالي،
والنيجر موريتانيا والصحراء الغربية. يا أخي وليدي أبقى معايا، أعطيه الهدية تاعو. شاطر 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 شاطر. إذن وليدي شيبس مهبول راعي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفد بها. تفضل وليدي. إذن سبع دول يا أحبائي تحد الجزائر، حدود الجزائر كبيرة 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 جدا، سبع دول. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة للاحتفال بعيد ميلاده، وانتوما والأصدقاء اللي بيشوفوا فينا باش يجوا يحضروا في عيد ميلادهم هنا ويفرحوا معنا بعيد ميلادهم، ما عليهم إلا يرسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي لكود بار داخل ظرف ويبعتوها لصندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، وراح نعيطوا لهم باش يفرحوا. اليوم معنا ريحان لينا أربع سنوات من العاصمة من الحراش. إذا أروحي بنتي، إذا لينا رسلتنا بالقسيمات وراهي معنا اليوم باش تحتفل بعيد ميلادها. حنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها. اذا يلا التحقوا بيا نغنوا لها. تعالوا تعالوا ارواحوا التحقوا بيا منا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر نمرح نغني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نسهر نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. اذا بنتي عمو يزيد يشعلك الشمعة، يلا نديرو كامل مع بعض العد التنازلي، أربعة ثلاثة طفي الشمعة، طفي طفي طفي. برافو 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 برافو. اذا بنتي لينا عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أطفال غير تخرجوا من الحصة هذه كل واحد فيكم راح يتلقى الشهادة يحتفظ بها كذكرى. إذن بنتي كذلك كما وعدناك بعتينا خمس قسيمات من علب حليب رامي. إذن رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك. تفضلي بنتي هاي ليك إن شاء الله تستفادي بها. وأنا مبقى لي إلى نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا.
سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. يعطيكم الصحة على المعرضة هذه اللي عرضتونا اليوم. أنا معرضين في البلاتو تاع عمو يزيد. نشكر الطاقم ونشكر عمو يزيد على هذه الاستضافة. هذه كما يقول لك مبادرة مليحة للدراري صغار. نشكر عمو يزيد على الحصة هذه ونتمنى له إن شاء الله المزيد من النجاح والتألق. وصاون كوراج داني دوتر بيرسون باش يجيبوا يبارتيسيبي ولادهم. يعطيكم الصحة بزاف بزاف. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.